السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نوضح لكم واحد الأمر مهم بزاف اللي كيتعلق بنتائج مباراة التعليم. بلا شك راكم دابا كتسناو النتائج، والله يحسن العوان لكل واحد كيسايي نتائج المباراة. كاملين مرينا بنفس الإحساس ديال الحيرة والترقب للنتائج، لذلك جيت في هذا الفيديو باش نوضح لكم مجموعة من الأمور بخصوص علاش اللوائح ما غيكونوش اليوم وغادي يتأجلوا، وفين هو المصدر ديال هذا الكلام وشنو هو السبب ديال التأجيل. بقاو معايا دائما في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري باش تعرفوا كل هذه الأمور. إذا كما نعلم جميعا بأنه كان من المتوقع إعلان النتائج النهائية لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات وكذلك مباراة موظفو الاقتصاد والإدارة والمحققين التربويين في قطاع التعليم اليوم. إذا كان من المتوقع الإعلان ديال النتائج ديال مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات فوج 2021 وموظفو ملحقو الاقتصاد والإدارة وكذلك ملحق الاجتماعيين كان غادي يكون اليوم، إلا أنه تم تأجيلها إلى وقت لاحق، يعني أجلوا الإعلان على النتائج النهائية بعد اجتياز المباراة الشفوية، أجلوها إلى وقت لاحق لأنه كما شفنا في البرمجة ديال المباريات أنه اليوم 5 دجنبر هو اليوم ديال إعلان النتائج النهائية، لكن تم تأجيلها والمصادر هي كالتالي. إذا أهم المصادر نذكر أولا الموظف بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي رضوان رمتي الذي نشر على صفحته بالفيسبوك هذه التدوينة حول مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات. قال بأنه كان المتوقع أنه تعلن النتائج اليوم لكن تم تأجيلها إلى وقت لاحق، وكذلك الأستاذ جلال الخضر عن الصفحة الرسمية ديالو في الفيسبوك هو رئيس مصلحة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، قال بأنه الإعلان عن النتائج النهائية ديال مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات وملحق والاقتصاد والإدارة تأجلوا إلى يوم لاحق. وبعض الآراء كذلك تذكر بأنه إعلان سيكون يوم الاثنين إن شاء الله. إذا هنا سأذكر لكم مجموعة من الأسباب ديال التأجيل في النظري. إذا أول سبب هو أولا أن الإعلان عن النتائج النهائية ديال هذه المباريات تزامن مع نهاية الأسبوع، يعني مع السبت والحد مع عطلة ديال موظفي التعليم، لذلك في نظري تم تأجيل الإعلان عن هذه النتائج لأنه كما تعلم أنه بعد أي إجراء لأي مباراة يتم إجراء المداولات، وكما كتعرفوا كذلك بأنه يلاه البارح باش سالوا الاختبارات الشفوية، يعني كان لازمهم في نظري واحد اليومين باش يقدوا اللوائح باش يديروا المداولات على نتائج النهائية بصفة عامة. داكشي علاش تم التأجيل ديال إعلان النتائج النهائية لكل من مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات فوج 2021 وكذلك ملحق الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين. إذن هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، كنتمنى لكم كل التوفيق وربي يسهل عليكم كاملين إن شاء الله، ويا ربي يا ربي إن شاء الله تلقاو أسماءكم في اللوائح النهائية ديال الناجحين والناجحات مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات. أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جميع الفيديوهات التي أنشرها على قناتي. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.